قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي ومن ضمنها لواء جولاني انسحبت من قطاع غزة، وبقي في القطاع 3 فرق. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الفرقة 36 التي انسحبت تضم بالإضافة إلى لواء جولاني ولوائي 6 و7 و188 وسلاح الهندسة. وكانت الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتركت في الهجوم على قطاع غزة أواخر شهر أكتوبر الماضي في إطار توسيع العمليات البرية في القطاع.